حدا ما تبقايش باتي غتهزي عواجك وتخرجي. يعني ما كيتسالني بيتا عاد واحد السيده البارح، عاد واحد السيده صاحبتي، واش نقول لك ما واخا بنت عندها خوها بقى كيعاير وداك الشيء جلست عندها حتى علاش من وقيته وخرج من البارح وانا كندور. عندي كريديات دابا هو المشكل، عندي كريديات كتدري مريض ليا ومشيت هزيت جمعيه من المخزن، هزه فلوس من المخزن ودابا خاصني نهار واحد خاصني نخلص 1000 درهم. تقهرت معدي لحنين الله رحيم، لحنين الله رحيم اخويا نكذب عليك. كل نهار كنموت بشويه بشويه وكنشوف ولادي، ما عرفت ما عنديش لما نخليهم. ثلاثه الاولاد اخويا ماما الفطور ما فاطرينوش، كنقسم لك بايه الرحمن الفطور ما فاطرينوش من البارح على عشاء الفطور. قسما بالله كنقسم لك بالله وبوليداتي الى من البارح ما طيح النعمه في كروشنا، وليكوشه تاع ولدي باقا فيه من البارح، هاد الوليد الصغير اللي كتشوف في داري والله الحليب ما شربو من البارح. كنقسم لك بايه الرحمن بغيت ربي ما يكملش عليا من البارح، هو مول ضرب كاسي عليا من البارح. قلت لي حشوم عليك الحاجه تشي راه حقرتيني، قلت لي حشوم عليك. هو مرته طلعت مرته الصباح قالت لي شوفي وغتخرجي، قالت لي اليوم غتخرجي اليوم قبل من الغدا. المشكل اخويا ما كيسالني هاد السيده، هذا قلت لي صبر عليا راه ما عنديش راه الوقت راه كيفاش، وراه كيتسالني غير شهر شهر ديال الكرا. قلت لي انت سيدي عافاك الا ما صبر عليا راه ما عنديش، راه كاري عنده راه ما عرفت شي كريت عندو عام وتحولت من عندو وترجعت عندو، تحولت عند شي ناس يعني بيناتنا علاقه في الاول كانت زوينه، ولكن فاش رجعت هاد الخطره كطلع الجيران اللي حدايا كيصبنو ما كتقول لهم والو، انا ملي كنصبر كتجي تقول لي صبنتي درتي فعلتي، كيضرب لي ولادي هما ولادي صغار عيط عليهم وسولهم، كيبدا ولادي عابطين مع التعت وكيبدا يقول لهم سيروا طلعوا عندكم بواحد الفم ما نقولش لك، الا جات شي وحده بغات تعاون معايا كيجري عليها في الباب. يعني هاد السيد حقرني بزاف، والبارح طالع مول الدار طالع البارح راجلي طالع هو براسه وشنق عليه في الباب، قال لي غتعطيني، قال لي شي انا يبقى لي غير نهار في عمري وغادي نموت، الا ما عطيتينيش فلوسي غادي ندير لك مني ما عطاش. قال لي حتى نهار الحد غادي نعطيهم لك، ملي جاو نهار الحد بغى يمدهم لي قال لي لا ما تعطينيش، قال لي دابا غتهز حوايجك. وطلعت مرته وبنته طلعوا بركو كيغاوتوا عليا وكيشيروا لي داك الشيء في السطح، وطلعوا مني شافوا مو هكاك سكران بركي تكرفس عليا وضربني ورس لي مو يعني كلهم. وتقولي شي حاجه خويا ما بقات عندي في الدار، كلشي باقي تمايا كلشي مهرس، ما بقى حتى شي حاجه، بقاو غير جوج سنادر هما اللي بقاو، جوج سنادر هما اللي كلشي داكشي مهرس والحوايج ديال البوس صافي. ومني مشيت عندو كاين واحد السيد نجار خدام تحت منه، مني مشيت عندو قلت ليه انت، قال لي النجار انت شوفي يا سيري قلبي على الكرا انا نتعاون معاك باش تشكري، قلت ليه حوايجي، قال لي امي ما سيري تتقلبي على الكرا ويكون خير. هو قبيله يبارك عليا قال لي شوف الليله وحده ما تبقايش باتي غتهزي حوايجك وتخرجي. يعني ما كيتسالني بيتا عاد واحد السيده البارح، عاد واحد السيده صاحبتي، واش نقول لك ما واخا بنت عندها خوها بقى كيعاير وداك الشيء جلست عندها تالاش من وقيته وخرج من البارح وانا كندور. ثلاثه الاولاد اخويا ماما الفطور ما فاطرينوش، كنقسم لك بايه الرحمن الفطور ما فاطرينوش من البارح على عشاء الفطور. هيا السيده نعيط لها في التليفون دابا وتسمع شنو كاين البارح، هيا تعاود لي كلش. راجلي ما قال والو تكرفس عليا الصباح والبارح وحضر راسو وزاد ما عرفناش لحد الان فين مشى. قلت لك اخويا غير الناس الله يخلف عليهم، مره كيعاوني هذا مره كيعاوني هذا في المارشي الا كان شي معاونه وداك الشيء كيعطيوها ليا. هو عنده نيبال اخويا من هادشي كامل نيبال، انا ما كرهتش اخويا نكون عقلاني، انا نكافح مع وليداتي واخا نعرف نمشي غير نطلب ونوكلهم. حيت هاد العيشه اخويا تقهرت معدي لحنين الله رحيم، لحنين الله رحيم اخويا نكذب عليك. مشيت عند الجمعيه هذيك اللي في المسيره طلبت شحال من مره قلت لهم ديروا معايا غير شي حاجه اخويا راني تقهرت، كيقول لي واخا دابا نعيطوا لك واخا دابا نعيطوا لك وما شفت والو، دابا الهضره ما قادرش نهضر السقف شاد ثاني. وعندي كريديات دابا هو المشكل، عندي كريديات كتدري مريض ليا ومشيت هزيت جمعيه من المخزن، هزه فلوس من المخزن ودابا خاصني نهار واحد خاصني نخلص 1000 درهم، نهار واحد خاصني نخلص 1000 درهم ما عنديش فيها درهم اخويا. انت اخويا شو شحال ديال التحاليل التحاليل ديال وليدي السبيطار انت
عندي لي باكيت، انا عندي لي باكيت، ما عنديش كريات الحمرين، ما عنديش، عندي غير البيضين. يعني اي حاجه الا دقاتني غير شوكه كتجيني مثلا حاشك ديك العاده الشهريه كتجيني جوج خطره في الشهر، وكنكون باركه والدميات غاده فايضه عليا. يعني اي حاجه كنلعب بزاف د الحوايج، خاصني ضروري نتحكم في هذا الوضع هذا. دابا حاليا واحد الطبيب مخرج لي تحاليل باش نديرهم وما عنديش وما درتهمش، ما درتهمش، ودرت واحد العمليه على اساس باش ما نبقاش نولد. ديك العمليه تاي موافقتنيش، طلعت لي الفوق وما لقيتش كيفاش ندير. قال لي خاصك تمشي للكلينيك تحيدها. يعني الصحه ديالي كنشوف راسي كل نهار كنموت بشويه بشويه، وكنشوف ولادي ما عرف، ما عنديش لمن نخليهم. الوالدين ما عنديش ميتين، ما عنديش اللي غينفق عليا، ما عنديش لا حنين لا رحيمه. الله يرحم لكم الوالدين اللي كيشوفني. انا راه انت ما لقيتش ما نقول، الله يجازيكم بخير، ما لقيتش ما نقول اخويا، مشات لي الهضره ما نكذبش عليك. قالوا لي في الجمعيه واش تقدري تحطيهم في الخيريه؟ قلت لهم ما نقدرش نحط ولادي انا في الخيريه، ما نقدرش. انا ليله واحده انا كتجيني غير خدمه، ما كنقدرش نخلي ولادي نهار واحد، ما كنقدرش نخليهم، ما عنديش اخويا، ما كنقدرش. انا دابا كنوقف على قبل ولادي، واقفه غير كنتنفس غير على قبل ولادي، وهاد الوقفه اللي واقفه دابا غير على قبل ولادي، وكنت زعما ما عنديش الولاد، كون راني طايحه كوما. هادشي كامل رغم كلشي، هادشي اللي وقع ليا. مشيت عند الصباع وقلت ليها العاج نعرف الشيطان، وديرش على وجهي، دير على وجه هاد الوليدات. ورغم ذلك ما تسوقنيش، سد عليا الباب، قال لي يلا طلع عندي شي واحد، قال لي يلا طلع عندي شي واحد، قال لي غتكون معاه مشكل كبير.